السلام عليكم أحبتي من جديد، وصلنا الآن إلى الدرس 32 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. The most thousand words in English in 2 minutes. كلمة اليوم هي ahead. ahead ahead. هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة. get ready، اجهز. write all the phrases، اكتب جميع العبارات. so you need a notebook، تحتاج إلى كراس. a pencil، just 2 minutes. say after me 5 times aloudly، كرر خلفي هذه العبارات 5 مرات بصوت واضح ومرتفع حتى تحفظها بشكل جيد باللفظ الصحيح. أما الآن اضغط على زر إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس الجديدة حين نشرها. أما إذا كنت تريد مشاهدة الدروس السابقة بإمكانك أن تجدها في الرابط أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. ahead. ahead لديها مجموعة من المعاني. ahead قدما، أمام، في المقدمة، في الطليعة. ahead. ركز، اكتب وكرر بصوت عالي هذه الكلمة وباللفظ الصحيح. ahead. المثال الأول. He had to give his attention to the road ahead. كان عليه أن يعطي انتباهه للطريق الذي أمامه. He had to give his attention to the road ahead. المثال الثاني. They were making their wedding plans. They were making their wedding plans and had a great future ahead. كانوا يخططون لزفافهم وكان لهم مستقبل عظيم. They were making their wedding plans and had a great future ahead. They were making their wedding زفاف plans خطط and had a great future ahead. أما مرادفات كلمة ahead: in front أمام، forward إلى الأمام، in advance مقدما، ahead in advance، and ahead leading أمامي أو شيء إلى الأمام أو قيادي أمامي ahead. أهد. أما الآن وصلنا إلى نهاية هذا الحلقة، انتظرونا في الحلقة القادمة. شكرا لكم على المتابعة واستمروا بالمثابرة. إلى اللقاء.